مرحبا مرحبا وبزاف ربي يخليك كيدايره الوريدات لهاد الوريده الله يبارك فيك حتى انت وريده لهلا خطيك مرحبا بك كي جيتي في الطريق مزيان بزاف سورتو جايين عند فرح الفاسي لهلا خطيك بارك الله انا فرحانه هاد النهار في ضيافه تكون في ضيافه العائله ديالك لهلا خطيك الله يكبر بك حتى انا فرحانه بزاف حيت جيتي لعندي لهلا خطيك مرحبا بك كيدايره تطوان تطاون تطوان غزاله يجعل حبابنا ينسونا معركتنا مازال ما سالت عمرها ما تكون لك عمرها ما تسمح لك بقيت غنجاوبك سالينا فضينا شكرا خاصها ترجع معنا هادي هي ليلى بغيتي تمشي تهضري مع داك السراق الزيت ولا قرب ليا الكباري نتاعي غادي نتكلفوا به عارفه عندك شي حاجه ماشي هي هذيك ملي جيتي متينا كاسه بوحدك اليوم كاين الحنه ديك انت ميضه جميل يا جميل على حبك بلي دليل يحير قلب فرح نكتشفوا المكان طبعا بغيت نكتشف الدار ديال باش نقرب المشاهدين هذا الدار ديال الابوين ديالك طبعا في تطوان بيان سور فبغيت نكتشف سورتو انا عارفه غادي نلقى شي حويجات كاينين غير في تطوان مرحبا خذ راحتك فرح شوفي عبق التاريخ كما كنقولوا كاين هادشي تراديسيونيل واش الوالد ولا الوالده اللي عزيز عليهم هادشي تقليدي الوالده ديالي هي حتى الوالد ولكن الوالده اكثر يعني عندها هادشي في العروق ديالها ملي يعني حيت عاشت في هادشي طبعا ودونك الميول ديالها كامل هادشي قديم دونك اصلا هي هادو ما حياتها عتي الا مشاو تهرس لشي حاجه كان كتمرض كتبغي تدخل يمكن كل قطعه مختارها بقلبها بالضبط اكثر من لا وسيرتو ما كتعوضش يعني كل شيء نقدر نقول لك هنا كل شيء عنده تاريخ ولا عنده واحد طابع لي ديال التقليدي ديال بصح ما كاينش صعيب تلقاه وحتى يعني نقدر نقول لك ما كاينش دابا لا في الحوانات لا حتى في شي حاجه يعني حتى الا لقيتيه تلقاه بثمن غالي وانت خديتي منها هاد يعني شنو نقولوا هاد الشغف واش غنقول لك دابا هو انا كنت في الاول كنقول لا هادشي بزاف سي طرو ما نكذبش عليك عياني حيت عاتي باش تمسح هادشي يوميا ولا يتغبر لك كنت كنقول لها عيا اختي حتى وليت كنكره هادشي هذا ولكن لاحظت راسي مرضت ملي مشيت لداري وليت حتى انا كنميل لهادشي رغم انا كنت كنقول لا غندير كلشي موديرن وبغيت داكشي اللي يتبعد ويتجبد ما فيا ما نهز داكشي غير نورمال لي موديرن ولكن في الاخر لقيت راسي كنقول لا ماما عافاك صوبي ليا بغيت شي حاجه بحال هادي ماما عافاك عطيني هادي ماما عافاك عطيني لا تبارك الله عليها باين عندها ذوق زوين وكما قلت الله يبارك العائله التطوانيه العريقه هنا وشكون اللي كتبغي مثلا المنزل يكون هكا محافظ على هاد اللي شنقولوا التراث المغربي ولا شي حويجات كاينه من الاندلس بالضبط كاع العائلات اللي غتدخل عندهم مثلا اللي عريقين تطوانيين من الاندلس وكاملين عندهم طبعا الاصل ديالهم ماجي من الاندلس غتلقى بعدك هاد التسارح غتلقى هادو سيغتو هادو كتلقاهم عند الناس قدام سيغتو هاد الستيل هذا غتلقاه ضروري هاد لي فازات كلشي غتلقاهم عندك ما تلقى مازال غنكتشفوا بزاف د الحوايج هكا فرح ولكن نطلبك نجلسوا بيان سور مرحبا هاد البيزا عجبتني ولكن جاتني مودرن ودابا دخلنا شويه هكا وهكا باش حتى حاجه ما يطرلو يلا انا عارفه شي بليسه غتكون معاك زوينه ان شاء الله خذ راحتك فرح انا هاد النهار غنبدا معاك الحوار ديالي بواحد اللقب بغيت نعطيه لك يا ربي كون مزيان يعجبك عجبك بغيت نسميك سندريلا الشاشه المغربيه واه هذا شرف فعلا يعني السي ديالك والشكيل ديالك تبارك الله النهار الاول اللي بنتي فيه فرح تميزات ربي يخليك ليلى فرح انا قبل ما نهضر معاك على المجال الاحترافي وهذا الشيء ما كرهتش قبل نعرفوا فرح هاد الشابه المغربيه الممثله بغيت نعرف انت بنت تطوان طبعا ياك الاصل ديالك انا فرح الفاسي اول ما سمعت حسبني فاسيه وهو دابا انا عندي جدودي جايين من فاس يعني جدودي يعني الاصول القديمه فاسيه فاسيه ولكن فاش شحال قبل الاستعمار وقبل بزاف د الحاجات دونك دابا لا ولكن بالنسبه لي عندي عروق فاسيه واصل تطواني اذا انت جمعه ما بين جمعه جوج جمعه العراقه ديال العراقه فاس وتطوان بالضبط وفي التربيه ديالك مع الوالده والوليد فاش كنتي صغيره انت باش نعرفوا الجمهور عندكم عندك تبارك الله ثلاثه ديال خوتك بنيته وجوج د الاولاد تعاودي لنا على هاد البدايات هادي في الصغار كي كنتي كطفله شنو نقول لك انا الطفوله ديالي
يا ريت كل طفل يدوز بحاله. الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. والله كان دايما كنقول يا ربي نعطي نص عمري ونرجع عندك الطفوله، لان عاتي واحد الطفوله دازت لي زعما سعيده بزاف. الحمد لله انا عائلتي دايما عمرهم ما كانوا ضد ديزاكتيفيتي ديالي او لا ضد شي حاجه انني غادي نعملها او لا ضد شي حاجه شي هوايه ديالي. دونك فاش كنت صغيره حاجه واحده اللي كانت ماما ضدها هي كنت كنلبس لها بحال العزري دائما انا كوره، حيت كانت عندي مع الكوره بزاف. فعلا كنتي كتلعبي مع الدراري وعزيز عليك كوره بزاف بزاف، يعني ديما كتمنى تشوف فيا ديك الانوثه في الصغر، حتى كنكون العيد عاد طالعه بيا بالكسوه ديال العيد وداك الشيء وانا ما حملهاش راسي لابسه داك الشيء ديال العيد، بحال دابا هذا الشيء هذا اللي رجعت له دابا كانت كتلبسوا لي شحال هادي وانا ضد داكشي. انا الا ما كانش سوفيت ما وسبادغي ونايك ضروري النايك عندي ولا شي حاجه وضروري السبور وخصني ضروري. وهنا انا غادي نقول لك انك كنتي موهوبه من الصغر، يمكن ما بديتيش بالتمثيل لا، ولكن بديتي بمجالات واحدة اخرى هي فنيه. انا هنا عندي واحد الصوره زوينه بزاف شيف دوركستر تبارك الله عليك انت في الوسط وي وفرقه وي فرقة الرقص. شحال كان العمر ديالك هنا؟ انا كنت عندي 9 سنين 10 سنين والحاجه اللي عندي مفضله هي كنت كنربي الكلاب. ما مشيناش بعيده واحد الصغيره فعلا. كنتي صغيره وانت عزيز عليك الحيوانات عموما وخصوصا الكليبات ياك؟ وي بالضبط. حتى دابا انا سمعت واحد الكليبه عندي وي عندي كانيشه ديال يوركشير لاغاس ديال يوركشير مربياها هذه 7 سنين. علاش هذا العشق للحيوانات؟ ما عرفت انا من الصغر، انا نقول لك انا فاش كانت عندي ديك 11 سنه كانوا عندي 14 كانيش في الدار. ولكن حنا ما كناش ساكنين هنا، كنا ساكنين في دار عربيه، دونك كانوا عندنا جوج ديال السطوحه. سطح عندي فيه واحد البيت عندي فيه دجاج كنت كنربي الدجاج، وواحد البيت كان عندي فيه لي كانيش بيت كنبيعهم حيت بزاف. درتي تجاره؟ فينا المتاجرت. والدجاج ما كنتيش كتجري فيه؟ لا كنا كناكلوه. مزيان هذه تجاره. هنا عندك عاوتاني صوره مع يمكن هي واحدة اخرى الخيل. بالخيل الخيل في الحقيقه ها هي بيرلا. بيرلا هي هذه بيرلا هي هذه مزيان تونسنا في هذه الجليسه بحال بنتي. الله يخليها لك. امين. خلينا نرجعوا لعلاقتنا بالخيل. كي دايره علاقه فرح بالخيل وشنو قصتك مع الخيل؟ الخيل يلا نعرف عندك شي قصه. الخيل دونك انا من صغري كنت يعني كنركب عاديه. ف واحد القصه اللي عندي زويونه هي ديال اللي مع المسلسل ديال حبال الريح مع مخرج دريس الروخ الصديق ديالي. كان عندنا نورمالمون كنخلي فرح خصك تمشي تريني مزيان لان عندك ركوب الخيل بزاف وداكشي. فعلا مشينا ترينينا وداكشي. فوصلنا نتصوير وصلنا نتصوير كنا كنصوروا بدينا تصوير في سطات. وسطات معروفه ما فيهاش الخيوله، دونك البروديكسيون حرفت لمين غتجيب الخيوله. فالخيوله اللي جابوني شويه ماشي بروفيسيونال، المهم ماشي بروفيسيونال نقدر نقول لك بالمره، يعني ما كاينش مين نجيبو حتى كان كلشي عامر. لا كان خيل غاس ولا مخلط. واش غنقول لك انا شكيت فيه. جيب لك شي بغيل. لا شكيت فيه حيت الخيل كتركب عليك يشطح التكتونيك كيولي راجع اللور. فعلا حيت ما كاينش، كان يمكن ديك لابيريود مع التصوير وكان كلشي واخد الخيل كيصور فيه ما كاينش عندنا شنو نصوروا. ركبتي على هذا الخيل؟ ركبت عليه ولكن وليت مؤمنه بزاف، وليت كنشهد وكنصلي وقبل كنت يعني كان هادشي كنديرو الحمد لله، ولكن وقتها كنقرا المعاودات وضروري ندوز على كلشي عاد نركب لان فعلا كانوا خطيرين. فواحد المشهد اللي فريمون كنا يلا هذا هو بحال نقول لك الركبه الثانيه ديالي في المسلسل على الخيل. فالمشهد شنو كان خصنا نجيو كان عندنا واحد الدوره هكا وبحال نقول لك الكاميرا هي هذه وحنا خصنا نجيو كنجريو نورمالمون انا القطاطعيه الكبيره انا الرئيسه دونك خصني نكون انا الاولى. واش من خيل عطيني الخيل ديال التبوريده ديال الرئيس ديال الجامعه اللي كيكون هو الاول. ف
نورمالمون ما عارفاش انا ملي كيكون ضد بوريده كيكون خصو مخصو حتى واحد يسبقو خصو هو الاول كيكون كيسبق هاد الخيل نورمالمون هما كاينين اربعه د الجريات د الخيل المعروفين يعني الاولى الثانيه الثالثه هذا ما كيعرفش لا الاولى لا الثانيه لا الثالثه هذا ديريك الاربعه هذا ديرك عند السيزيام ايوا انطلقتي فانا ما معولاش على داك الشيء دونك عاوله على الاول كتشد الجام ومن بعد عاد كتبدا شويه بشي عاد انت ماشيه معاه والكل ما كتضرب والريتم كيطلع والريتم كيطلع لا هذا غير كتقلب له راسه كيعمل شو كيتسيب يكمسيبك كما الاولى اكسيون الاولى مشينا على اساس واخا هكاك وانا الحمد لله كان شد مزيان زعما الوحيده اللي ما طاحتش داك اكسيون خصني نجيبو بالك يدخل لي في الكاميرا حيت هادوك ما كيعرفو لا كاميرات لا والو ولي كيدخل لي في المخرج والكاميرا لان الكاميرا هي اللي كتحدو خصني نوقف في الـ في الـ في البلاصه ديال الحدود اللي دايرين لي ومعايا لي كوميديان لي اخرين اللي غادي نورمالمون خصهم يكونوا ورايا جايين حتى هما كيجريو فاش كيوقعنا في ديك الحافه حنا كنتشكروا كنا حيت الحافه كاين واحد الطريق قلي صغيوره وخصنا نغوزو خمسه د الخيوله في نفس الوقت كانت شي المهم اكسيون الاولى وصلنا لحدا الكاميرا جبدت الجام ما بغاش يوقف لي كنجبد ما بغاش يوقف لي ولد الحرام وقاسه كنجبد عليه نقلع له عليه نقلع له هذوك الجامات من هنا وداك الشيء حتى وقف بيا فينالمون ولكن انا تسلطيت عليه حتى كنلقى راسي كنشوف فيه هو هكا وانا كنشوف فيه كنقول له كي داير كوبي عاود قلت صافي هادي ما نزل ما حيت ما خصنيش دريسي يقول او غلطت في الفلوغ ولا شي عندك علاقه وانا عندي زعما غير وانا فيكتيم وجيت عاود ثانيه اكسيون هذيك صافي عرفت السيد شنو باغي وقفت اكسيون قلت واش ديتو طاج بتو وقفت كوبي علاش بقيت واحد لاكتور معلق في الرجل ديال الخيل جاي الخيل جارو طيحوا كاع كيطيحوا لان الخيوله ما اكسيون ثانيه وقفه جبت هذاك واعره انا صافي حسيت براسي تمجهت انا دابا غنولي بروفيسيونيل في الفروسي وقفت كوبي علاش كندور كنلقى غير الخيوله حتى واحد ما الخيوله غير الخيوله والكوميديا الخيوله بوحدو صعيب على لي كوميديان اخرين كانوا حيت يمكن ما كانوش مدربين مزيان وداك الشيء فولا المخرج كيقول حيدو اللي طاح حيدو تعالي بقيتي بوحدك في المشهد بقينا انا ومحجه واحد لاكتريس دونك فينالمون بقينا بثلاثه بينا عرفتي ولكن انا بالدموع انا كنتلقاو ليه هنا لان كل ما ندور كنلقى شي واحد مطيح جاي مجرو شي حاجه ما كانت اكسبيريونس زوينه اللي خلاتني نتعلم نقدر نركب فوق اي خيل دابا ما كان عندي حيت كان عندي شويه حيت كتعرفي كتشوف الخيل كيتعلى وكيبغي يعض واحد اخر ولا يركله ولا شي حاجه دونك كتقول ما يمكنش ولكن انت عندك احساس بالحيوانات يمكن عندك علاقه زوينه مع الحيوانات انا شفت نعسات ارتاح لا صافي حيت بحال اللي جات الحضن ديال يعني شي واحد اللي عزيز عليا وتوحشاتك فرحنا بغيت نسولك في الدراسه هاد الانشطه وهاد لاكتيفيتي واش يعني بصراحه في المدرسه كنتي متفوقه ما كانش هادشي كيأثر يمكن على الدراسه لا ما كنتش متفوقه بزاف كانوا المواد اللي عندي مثلا لا في الابتدائي كنت مزيانه متوسط زعما عاديه في الاعدادي كنوا عندي بعض المواد اللي انا مزيانه فيهم بعض المواد كاع ما كندخل لهم حيت بلا ما نحمق راسي فيهم بحال العربيه فرونسي ما كندخلهاش زعما ما نكذبش عليك باقي عندي مع داكشي العلوم الطبيعيه الفيزياء كيعجبني انا هاد الشيء هادي اعمال يدويه بحال الرسم كنت انا الاولى شوف عندي المواد اللي كنت انا الاولى فيهم كان عندي المات كان عندي العلوم وكان عندي الرياضه 20 دائما 20 وكانت عندي الرسم صافي زعما وتبقي ما كنمشيش بلا ما نمشي بلا ما نحمق راسي زعما بلا ما صافي الاعراب ما كنحمل شي حاجه اسمها الاعراب كنت عمري ما عربت كنت عارفه الكفاءات ديالك لا ما حتىش نعبر ما كنحاولش حتى نكوبيارا ولا حتى زعما النقاله ولا شي ما كنحاولش زعما حيت علاش ما بلا ما حيت نقل داكشي كلشي عوج علاش فرحنا عندي واحد الصوره زوينه مع الاب والام ديالك بغيت نسولك في علاقتك مع الام والاب شكون اللي علاقتك بهم بيه قويه اكثر هذه هي الام ديالي وهذه هي الاب ديالي الله يخليهم لك امين الله يخليهم لك اما عندي ما تصورش بجوج بهم عندي شي حاجه اللي انا ما نكذبش عليك ما كنتخيلش نقدر نعيش بلا الوالده ديالي ولا الام ديالي الله يخليهم لك فرح امين الله يخليهم لك وشكون اللي صارم
شو الدموع ديالك غاليه بزاف صراحه والله فعلا حيت صعيب غير كنتخايل انني نقدر نكون بلا بهم صعيب الله يخليهم لك العمر كله ان شاء الله ويدعموك ودائما يكونوا السند ديالك امين امين بغيت لهم الصحيحه والعافيه بغيت لهم يكونوا بغيت يبقاو ديما فوق راسي واخا وبغيت نسبقهم ما نشوفهمش يعني لا قدر الله الموت كاينه ولكن بغيت نكون قبل منهم ما بغيش يكونوا الله يخليهم الله يخليهم لك والله يخليك ليهم اللهم انتينا ورضا ديالهم ميرسي فرح اللي زوين الابتسامه مع الدميعات هذا مشهد زوين والله فرح هنا على ذكر يعني اكيد كتلقاي دائما الاب والام كتلقاي شي واحد هو اللي كيفشش وشي واحد هو اللي شويه حازم انتينا في يعني في علاقتك بالوالد والوالده ديالك كانت الوالده اللي الوالد بحكم كيخدم زعما الخدمه ديالو داكشي الوالده اللي كانت كتحبسنا مثلا هذه لا هذه هي اللي مكلفه بالدار طبعا وهي القائده الدار والوالد الا وصلنا لواحد النيفو على اساس خص الدار يعني خص ولكن كنا بركه غير كيدخل كنخافوا منه ولا يعني الهيبه ديال الهيبه ولكن خوتي كبر انا لا انا ما كنتش كنخاف منه حيت اش كان يفشحني بزاف انت الصغيره ديال الدار فرح انا الصغيره ديال الدار فعلا عمرك كنتي شقت هذا العصا واحد النوبه مره حياتي مره واحده عمري ما كديت انا العصا واحد النوبه وفين كان غير نفطات ليا الغبره مشيت حيت انا اول فيلم تفرجته في حياتي اول مره غندخل ماشي اول فيلم تفرجت اول مره غندخل السينما في حياتي باش نتفرج تيتانيك هذيك اول فيلم غندخل نتفرج في السينما فكان خويا جا للدار شافني انا وصاحبتي حيت واحد صاحبتي كانت ما كنتفرقوش بحال الروح ديالي يعني كانت هي الام ديالها دابا نعاود لكم عليها دابا نوريها لكم اللي رباتني في واحد لابيريود اللي كنت كنقرا انا في تطوان فكنا انا وياها هي اللي كانت معايا يعني معايا في لي فوتو كنلبسوا بحال بعضنا عندنا نفس الميول عندنا نفس الجروب حيت انا فحيت انا الجروب ديال الكره هي كيعيطوا لها حجي وانا رونالدو حيت هي عندها الشعر بوكلي وانت شنو كنتي طلعه بحال رونالدو لا انا حيت كنلعب انا ديما انا تسعود انت الهداف انت نجمه الفريق فرح وين فكنا مشينا كان فيلم ديال تيتانيك وكانت عملت البوم تاع عارفه تيتانيك جا فقالوا لي لا كل شيء داخلي تفرج تيتانيك دونك خصنا نمشيو نتفرجوا تيتانيك انا في ديك الساعه كانت عندي 11 سنه فلبسينا انا وياها نفس السوفيتمات نفس السبادغي حتى البوديات الاخر مشينا انا وياها دخلنا دخلنا فعلا شافني خويا في الزنقه حيت خويا كان عامل لي الاراره تابعني فيما مشيت جاي مشيت الحظيه هو ديك الساعه كتكون ما كتحملوش ولكن بعدات كتعرف بان هذاك غير الحب فجان عند ماما قال لها راه دخلت السينما راه دخلت السينما وفيلم فيه مقاطع ماشي مزيانه ايوا كلقيتها كتسناني فاب سينما لا في الدار جات على خاطر تفرجت وجاي كنحلم بليوناردو دي كابريو يا سلام وبديك الساعه مشيت دوزت شريت البوستر ديك البوستر ديال الكبير وكاع عامله في بيتي وزعما فهمتي باش فرحانه وفرحانه وغادي حتى ديك البطاقات اللي كتكتب فيهم الرسائل ديالو هو داير هكا وهكا وانا غادا باش نكتب فيهم صحاباتي وداك حيت ديك الساعه كانت عندنا دفتر الذكريات الى تعقل كنا مبليين ففعلا جيت وفتحت لي الوالده له قلت لي فين كنتي قلت لها في سينما قالت لي شكونتي كتفرج قلت لها تيتانيك قلت لي تيتانيك بنت الحرام نفط يا ما نفط وانا جاتني الضحكه حيت الدقه كذا مدير لي هكا هذيك ديك الدقه بحال اللي كنفط الغابه الحنينه قلت لها واخا الوالده صافي صافي ماما طلعت بحالي البيت ديالي وصافي هذيك هي المره الوحيده اللي حيت انا من النوع اللي بلا ما تدوي بلا انا غير مثلا كنا حيت حنا ملي كنمشيو لشي عرس ولا شي حاجه اولا شي عيد كبير كنا كنمشيو عند جدي فانا كنكون كنموت بالجوع ولا كتعجبني ديك الحلوه وحنا ماشي من عيد ماما تقدر تخليك تمشي تهز الحلوه بلا الايدنا ولا شي حاجه ولا حيت الدري صغير لا خليه وديك البسالات لا كنشوف فيها واش ممكن كتشوف فيها هكا غير لا بلا بلا ما درت حتى شي حاجه وكاين شي حاجه الا درت مثلا شي فيتيز الا شافت فيا غير خنزرت فيا وشي حاجه نقدر نبقى 3 ايام كنبكي موراها ماما ما كتضربش انا كنضرب انا ضربت ولاد اختي شوف فرحه انا شاكه فيك ان غارسون مونكي هنا بغيت نهضر معك فرح على واحد المحطه اساسيه في حياتك وهي داك البنيته اللي كدير بزاف ديال الانشطه اللي فرحانه بالحياه غادي تلقى راسها
فجأة بطلة فيلم زمن الرفاق. نهضروا على هذا الانتقال، هذا الانتقال. انت حياتك كانت ماشيه هكا عادي، ما عرفتش واش الجمهور عارف هذه القضيه، ان فرح يمكن ما كنتيش كتحلمي تكوني ممثله بالضبط. نو مي انا التساؤل، انا كنت متفرجه بزاف. انا من النوع اللي نقدر نتفرج فيلم حتى 50 نوبه، نفس الفيلم نفس الفيلم، حتى نحفظه، حتى نحفظ لي ريبليك، حتى نحفظ كل شيء. ففعلا السؤال ديالي اللي كان مطروح هو كيفاش كيدار هذا الشيء. ديما كان كيطيح لي في هذا البالي يعني، ولكن عمري ما كنت كنقول انني يمكن نكون ممثله، ولا في الحلم ديالي نكون ممثله. لا، انا كنت كنقول يا اما نكون بوليسيه، يا اما اسافاتا اوتيس دولار، يا اما شي حاجه عندي فيها اللبسه. الطريق ديالي كانت ماشى، ولكن حنا هنا في تطوان، اللي حيت هنا في تطوان تقريبا البنات كاينين كيفتحوا لك عينك على الزواج. يعني هذاك هو الطوب ديال الحلم ديالك، يعني منتهى الطموح ديالي. يمكن مدن صغيره غادي تدير عرس، غادي تصافي، هذا هو زعما ما عندكش شي حاجه كثار يعني تقدر تحلم بها، لان صعيب تتحقق. ولكن انا ديما كنت ضد هذه الفكره ديال انني نجور، رغم انني كنت كنتخطب يعني، واخا كيجيو يخطبوا بزاف، ولكن عمري ما كنت كنوافق نكمل. دائما عندي شي حاجه ديما كتخليني كنقول لا، ما نجوش، ماشي دابا، ماشي دابا، ماشي دابا، ماشي دابا، ماشي دابا. بحال اللي كنت كنستنى شي حاجه غتوقع. وكنت كنخدم بزاف، كنت كنخدم بزاف الخدمات، وعمري ما كملت شي خدمه. شنو عطيني بعض الاعمال اللي خدمت في كلينيك انفيرميير؟ لا، خدمت في الريسبسيون، كنت غير اسيستون دو ريسبسيون. بعد رجعت في الريسبسيون، بعد دخلت البلوك، وليت كندخل البلوك العمليات وكل شيء. وليت حتى لدرجه كنطلع للاداره مع واحد السيده الله يذكرها بخير، كتعلمني الحسابات وكيفاش نجمع الدوسي ديال العمليات، وكيفاش نوجد العمليه، وناخذ لي رونديفو ديال الاطباء مع لي كليون وداك الشيء. ابري مشيت، كانت دارت فايد داك الكلينيك وسالت، ماشي انا السبب، ولكن هما اش تقول المشكله ديالهم ماشي فيا، ماشي ديالي انا. فالخدمة الثانية كنت مشيت خدمت مع نفس المدير ديال مسيو الحداد، كان عطاني عاود نخدم معاه في الإدارة ديال إيكول بروتيس دونتيست. فمشيت خدمت معاه في الإدارة، وكنت كنقرا، وكان كيقريني أستاذ حمد البادي، كيعمل حتى هو البروتيزيست. فقراني كيقريني كيقول لي يا بنتي عمل الصنعة في يدك، اون سي جامي تطلقها، يعني بغي يعلمك شي. فمسكين كان رغم أنا في الإدارة وصعيب ندخل، حيت التكاليف كانت صعيبة شي شوية وغالية. ففعلا تعلمت، وبديت كنت كنتعلم، بديت كندير السنان. واللي علمني في ديك الخدمة هي الديتاي بزاف، حيت باش تعدل سنه بحال سنه ونيبه بحال نيبه، وهذا كان خصك تكون يعني ربات فيك بزاف. فملي جيت للسيني ما كنت عندي ديك التفاصيل، هاد التفاصيل كان عندي بزاف، كيلاحظوها فيا ملي كنكون كنصور. فمن موراها خرجت من داك الخدمه، حيت فواحد لاج اللي انا خصني نخرج، وحتى انا ندوز الصيف ديالي، حيت كنجمع شويه الفلوس، حيت انا ما كنرضاش نقول لماما ولا لبابا عطيوني الفلوس. فكنجمع الفلوس، كنخدم وجمع الفلوس، فكان الصيف باش كنجي كندوزو مزيان. هذا هو البروغرام ديالي. وكنت كنقرا او ميم طون، كنت كنقرا حتى كنعمل لغات، كندير كنت كنقرا في سيربانتيز اسبانيه، وكان باقي لي عامين نوصل للدالي. وكنت كنقرا في دار اللغات الانجلي، وصلت بري انترميديات 2. فكنت هذيك كنت متفوقه فيهم، هذيك كنت ديما كنجي الواحد كيعجبوني فعلا. انت كتفوقي يمكن فرح الحوايج اللي انت كتبغيهم. بالضبط. يعني اما الحاجه اللي تفرضت عليك ولا لقيتي راسك غير مجبره عليها ما غاديش تفوقي. لا بالضبط. فمن موراها بذكر هذا، من موراها خدمت في فارماسي، ولكن خدمت واحد 3 ايام ما حملتهاش. نقول لك انت اللي خرجتي؟ لا، انا اللي ديما كنخرج، ما عمرني كي زعما ديما اللي حيت ماشي زعما ماشي بزز مني، انما نقدر خصني الفلوس، خصني نخدم باش نعمل الفلوس ديالي انا، ونحس براسي انا عندي الفلوس درتهم بعراقي. ولكن ماشي ضروري ان الواحد يقدر زعما مثلا ما عجبتنيش ديك الحاجه ما يمكنليش نبقى فيها بزز مني. لا، ما عجبتنيش نخرج. وخدمت في اوبتيكا واحد يومين حتى هي، وخدمت شنو اخر وفي كلينيكا. كانت واحد الحاجه مهمه، كانت واحد الصديقه ديالي راجله خدام في واحد الشركه،
وديك الشركه كدير تقاشر، وديك التقاشر كيتصدرون على برا، ممنوع يتباعوا هنايا، ولكن كتعطي تقشيرا واحد العمال في السيمانه. دونك انا كتجيب لي ديك التقاشر كتبيعهم لي، كتشريهم بخمسة دراهم وكنعاود فيهم البيع ب 25 درهم. ولكن كلاس انتي خطيره تبارك الله عليك. لا هاتيش فيهم الرباح، راه ما يمكنش، راه 20 درهم الرباح هذه. تبارك الله. عاود خدمت في رينت كار اللي كيكريو السيارات، خدمت في جوج الادارات. فقررت فاش بقيت هذيك ومنتو انا كنتابع الدراسه ديالي ديال اللغات، كتقري اللغات، فقررت نمشي نكمل الهوايه ديالي ديال الرسم. ومشيت عند استاذ الوزاني مدير البوزار، ودخلت عنده قلت له استاذ خصني ندخل عندكم من هنا، وفعلا رحب بيا مسكين. يعني ماشي شي وحده يعني يلاه جيتي، وكنت معطله على العام، يعني كنت باش نبدا صعيب خصني نبدا من الاول العام، ولكن انا كنت ديباسيت واحد الدوم واقيله، فما كانش بالعكس معرقله ولا شي حاجه. ودخلني وبديت كنقرا، كنت في لي بوزار الرسم، كنت كنقرا في كيف ما قلت لك في دار اللغات. فكان عندي واحد الصديق ديالي تما ولا قايد دابا وقرا الولات تبارك الله عليه، اسمه محمد ابو يعلى. فكنا كنقراو في نفس الكلاس، وكان صديق مقرب ليا بزاف. فقال لي فرح كاين الكاستينغ، مع العلم كان في ديك لا بيريود كان محمد اسماعيل كيصور اديوم ماخ في تطوان، كنشوف ديك الطوموبيلات القدام وكنشوف داكشي، ملي كنمشي بحالي عمري ما وقفت نتفرج. فقال لي كاين كاستينغ. قلت له شنو كاستينغ؟ اش كديروا في هاد الكاستينغ؟ قال لي كنمثلوا. قلت له واش غنجي ندير معاكم انا؟ قال لي جيت تفرج غير فيا، هو كلشي باغي يجي نشجعو. فداكشي اللي كان قلت له نشوف. لا غد ليه فقت في الصباح، كانت اختي مايا هنايا، مازال هنايا، مازال ما سافرت على برا. فقلت لها اختي تمشي معايا؟ قالت لي اختي الكبيره هذه هي الام. الاسم ديالها حنان. حنان، تحيه لحنان. حنان اللي كان حمق عليها اختي الكبيره. فكنت ديما حتى هي كتشجعني، الا قلت لها يلا نمشي شي بلاصه تمشي معايا، رغم هي الفرق ديال السن شي 12 سنه بين 11 سنه بيناتنا، دونك ديما كتمشي معايا. فقلت لها نمشيو نشوفوا هذا الكاستينغ شنو فيه. ففعلا مشينا لقينا الناس بزاف، شي 50 ولا شي 100 واحد تقريبا، اللي كلشي باغي يدوز كاستينغ، كيدوزوا كاستينغ، والناس فوق المنصه، وما عرفتش ان معاهم كلشي باقي صغير، زعما ديك 18 20 هذاك. واش كانوا كيقلبوا على مواهب جديده؟ فعلا، حيت الفيلم كان كيهضر على اللي خصهم يمثلوا في الطلبه، يعني سن صغير، سن صغير، ما يمكنلكش تجيب ممثلين كبارين في السن. فداكشي اللي كان، كانوا الناس كيدوزوا الكاستينغ وداكشي. انا دقيت فتح لي الباب، كنلقى المخرج، انا ما عرفتش ديك الساعه المخرج، مع بالي انا صاحبي حتى هو غيدوز كاستينغ تما، هو دوز كيدور، عاود دور مره ثانيه. انا دخلت شافك، شافني مع الدخله، جلست انا الاخريه بعيده، وشفت فعلا داكشي الناس كيدوزوا كاستينغ. مهم اللغه العربيه الفصحى، ان الشمس استطاعت، ان الشمس داكشي يعرف. قلت لك انا بالحمد لله ما كذبتيش، انا ما كذبتش. هو يجي لعندي المخرج، تسالوا واحد الجروب وعملوا البريك، هو يجي لعندي قال لي يا المخرج فرح شنو سميتك؟ قلت له فرح. قال لي شنو جيتي دير هنايا؟ قلت له جيت نتفرج فيكم. قال لي وجيتي تمثل معنا؟ بديك الساعه دفع عليا كبير زعما هو المخرج. قال لي معك المخرج شريف طريباق. قلت له مرحبا. قال لي جيتي تمثل معنا؟ قلت له لا. قال لي وشنو جيتي؟ قلت له جيت نضحك عليكم. هذا الوقاحه زعما هكا محشمت، ما استحيت في ديك الساعه، حيت فعلا ما نيتيش نرجع ممثله. لا واش جاك زعما بغي يبان بان عليا، وانا داكشي اللي مع العلم هو داكشي الكاركتير اللي باغي، هو هكاك داكشي اللي كندير له، هو اللي باغي، انا ما عارفاش هو داكشي اللي باغي. كيقلب على شي وحده فهاد بهاد الستيل، عاد غادي نعرف بانه سيدني كان كيكتب سيناريو كيقلب على وحده بيضاء وعينها خضرين وشعرها كحال، فهمتي؟ بحال هو ربي بغاني نكون ممثله في الحقيقه زعما، يعني صدفه. عرفتي علاش كيقولوا السينما حرام وهادشي حرام؟ ولكن انا ربي بغاني زعما بزاف، حيت بزاف كيوجدني لهاد الطريق بزاف، فهمتي؟ ففعلا قلت له لا. قال لي عافاك دير شي تمثيل. قلت له شوف الله يخليك، انا واحد السيده باغا نتزوج على راسي، باغا ندير وليداتي. قال لي انا نجوجك ما تخافش، انا غنجوجك غير الفيلم، غير دير لي شي حاجه. لا ديك الساعه باقي ما قال لي لا فيلم، ما عرفاش كندير.
ففعلا ديك الشيء اللي قلت له ولكن انا اش غندير انا ما عارفه والو ما كعرف شنو لامبروفيزاسيون ما كعرف والو ما كعرف والو فهاد الشيء هذا بحال نقولوا اميه داخله واحد المجال مجال اميه ما عندك ما كتعرف فيه والو ففعلا الشجاعه ديالي داكشي ديال ليكسبيريونس ديال الصغر هو اللي لعب معايا دابا باش يمكن تفوقت فداك الساعه فوق المنصه قلت له واخا اوكي نطلع قلت لاختي نطلع قالت لي اويلي غطلع الناس ما حشمتي ما استحيتي ديتي هاد الشجاعك مزيان زعما ما قلتي براسك طلعت وانا نقول لديك الصديق ديالي اجي لعندي نديرو شي حاجه وفعلا درت ابيسك ام امبروفيزي الوحيده اللي جبد عليها الكاميرا هي انا وانا نقول له عندك دي عاد شي فشي اذاعه ولا شي حاجه كندور في عندك زعما شي وحده دارت شي حاجه مزيانه ففعلا ابري ويقول لي عافاك تقدر تبقى تجي السبت والحد انا كان عندي ما يدار طبعا يعني اش غدير ديزاكتيفيتي ديالي كنديرو في وسط السيمانه السبت والحد ما كاين ما يدار اللهم ندير فاللي كان واقع هو في ديك لابيريود وانا كنت كان مكلمين فيا الناس كنت غنتخطب في داك الوقيته بالضبط كان ديك الفتره غنتخطب وكاين سيدا ما كنعرفوش زعما عاد غيجي وعاد غنشوفو هذاك ولكن دارنا انت كتعرف اي عائله كتبغي تفرح ببنتها وكتبغي تشوفها في دارها باش كتهنى اي ام واب ف سي نورمال الناس باغينك تكون في دارك يعني هذا يعني ما عارفين شنو لا الدومين ولا السينما فانا جيت له المهم بديت كنمشي بالتخبي على عند الطريبه قصبت حد كيعجبني فاول كونتاكت هو هذاك فاش طلعت فوق المنصه ما عرفت شنو باش حسيت واحد الاحساس غريب حسيت براسي بحال هذيك شي حاجه كنتامي ليلي بحال لقيتي شي حاجه كانت وفعلا ما دهشت ما تخلعت عطيت حمل واحد كانوا قدامي وكاملين خصهم هما يمثلوا انا ما خصنيش نمثل زعما انا اللي ما خصني نمثل مثلت مزيان وهما اللي خصهم يمثلوا كانوا فيهم لو ضحك ما كان فيا والو في الحقيقه حنا رويجين عندي طريباق قال لي فرح تقدر تنوض انت وعقبه واحد ممثل من الشاون كنوجه له التحيه حتى هو ديروا شي مسرحيه امبروفيزي وديروا شي مسرحيه ايفيكتيفمون نوضنا بداو كيصفقوا الناس وانا لهذه الدرجه مجهده واخا واحد النهار ثاني والسيمانه اللي موراها كنا كاملين ويقولنا شوفوا كلكم غادي تطلعوا فوق المنصه وكل واحد غادي يدير الدور اللي كيتمنى يديرو كتعرف ديك كامل يديروا فوق المنصه وكل واحد خصو يكون هو الاول كل واحد خصو الوحيده اللي ما طلعتش هي علاش ما لقيتي مد لا انا عرفت ما يديروا ديك اللعيبه كاملين غيطلعوا فجلست جان عندي قال لي علاش ما طلعتيش قلت له انا كنمثل كنشوف تفرج فيهم لعبه دور كنتفرج فيهم فنقدر نقول لك هذه هي النقطه التحول من هاد اللقطه هذه طريبه قرر انني نكون انا البطل قال هذا هو الكاركتير اللي كنقلب عليه في زمن الرفاق جاني عندي واحد النهار قال لي فرح اخترنا تكون بطوله في الفيلم ما نكذبش عليك انا قللت من الفيلم اللي قال لي غتخسرني بطوله قلت هذا الفيلم هذا شمن الفيلم هذا اللي اختارني انا نكون فيه بطله انا البطله هذوك اللي انا كنتسنى يجي رشيد الوالي منى في التونس كنشغل راسي انا بطله او ما صافي شنو توقعت توقع ديك الافلام اللي غيبقى شي واحد كيضحك ما عرفاش زعما يعني افلام هاويه ماشي هاويه بالضبط غتبقى عنده غير في الدار ولا شي حاجه ففعلا بدينا جاوا قلت له واه بالك يعني بلاتي خصك تمشي تعلم دارنا حيت دارنا ما في خبار والو راه باغيين يزوجوني رانا راه لي واخا نجي فعلا جا في العشيه وجاب معاه الباستيلي الحلوى وداكشي وما جي بحال ما جاي يخطبني دخل بقى هنا جدي الله يرحمه ولقى الوالده والوالد خلهم فوالا خصني فرح تمثل معايا فرح طبعا الوالده اول سؤال كي داير هذا الفيلم وشنو فيه شنو الدوره ولكن فرح بنتنا قالت له غادي تجوج زعما ما عرفتش زعما شنو غادي يكون امتى انت غتصور لان السيده غادي يكون عندها زعما العرس ولا غيكون عندها ضرب الصداق ولا شنو دونك خاصك انت فقلنا في شهر 9 عنده صغير التصوير وانا الخطوبه كانت غتكون عندي في شهر 5 ولا 6
ففعلا جاوا الناس يخطبوا، انا وافقت له، قلت له شوف انا غنعمل معاك هذا الفيلم، ولكن اخر فيلم تقول لي اخر مره تقول لي شي نوع نعاونك اولا شي حاجه، زعما انا غنعمل غير باش نعاونك في هذا الفيلم، زعما ما عولاش نكمل اولا شي حاجه. صافي قال لي فرح شكرا بزاف وداكشي ومشى فرح. تفهمتي معاه على الكاشي ديالك فرح؟ تخيل انا كنت صورت صورت وحتى ساليت الفيلم عاد جات تفاهم معايا على الكونترا. انت ساليتي الفيلم التصوير؟ با لا حيت ما عولاش نبقى، حيت انا زعما ما مسوقاش لهذا الشيء هذا، صورت وساليت عاد جينا كنا هنا. الوالدين ديالك ما طلبوش شي مثلا شي مبلغ ولا ولا مره؟ فعملت الخطابه تخطبت وحملهاش راسي كنت تخطب. انا ماشي ديال الخطوبه. وفعلا تملكت وداك الشيء، فقطعت التليفون بدلت النمره. الراجل قال نبدل النمره. فاش راجل اللي كيتزوجوا يتزوجوا كيبدلوا النمره؟ بدل النمره وديك الشيء. السيد كيعيط لشهرين هو كيعيط باش نعمل البريباراسيون الفيلم علي نقرب، وانا مع التليفون طافيه. مي انا عاقله على لادات اللي قال لي عليها باش نبداو. فكانت باقا شي 15 يوم اتصلت به، اتصلت به كنلقى السيد كيزغرط. قالوا فرح فرح واش فرح واش فرح؟ قلت له خلي بصح فرح فرح كيهضر معايا. يعني ويمكن كان فقد الامل، فقد الامل على شي. جا لتطوان كيقلب على كيقلب على وحده اخرى باش ترون بلاصيني، ما اقتنع حتى بشي وحده، بقى كيقلب بدا كيتخايلني في وحده اخرى لشي واحد فيما تقول كيقول واقيلا هذيك هي فرح. اذا طريبق امن بك ولقى ان ذاك البيرسوناج اللي تخايلو لقاه على ارض الواقع. ولكن انت هنا محنتي. انا محنتي عليك. انا منو البنت لك؟ لا ولكن انا كنت من الاول واضحه معاك. كنتي واضحه تماما. دابا غير المشكل انك انت ما كانش هذاك طموحك في البدايه. ما كنتش عارفه راسي زعما شنو. فاول نهار الطغناج كان عندنا في مرتيل اول مشهد. اجي والخطيب ديالك كان موافق انك تمثلي في ذاك الفيلم؟ صافي قال لك ماشي مشكل ذاك الفيلم واحد وحبس. اول زعما حيت انا عطيت الناس كلمه قلت له ما نقدش. بغيتي ولا ما بغيتيش؟ زعما بغيتي تكمل معايا؟ ما انا على سبه ساعه كانت هو متشبث. ف نهار الاول الطغناج، نهار الاول تعرف اول مره غادي توقف اونفاس الكاميرا مع ليكيب. لا 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 السيناريو في تخبارك انا ما كانش عندي سيناريو مع طريقه الشغل المخرج هكذا ما كيعطيش سيناريو. شنو كيعطيك فكره؟ عطاني فكره وعطاني مشاهد نقراهم نحفظهم، وكيعطينا في نفس النهار مشاهد نقراوهم ونحفظهم ونوجدوهم. اليوم التصوير عندي لا كنا كنخدموا عليهم، هذاك هو الدرس اللي كان هو هما البريباراسيون اللي كان كيعمل في التياتر فاش كنا كنخدموا في دار الثقافه. فملي جيت انفاس الكاميرا كنقول الله فرح انفاس الكاميرا حدا مع شحال شي 40 واحد وغيبدا بيا و 35 عاتي باش تصور اول مره في اونفاس 35 بيليكول يعني صعيبه. يعني هو كيقول لك انا مزوق فيك انا مزوق فيك، عرفتي الا مشيتي وخطيتي له راه كتمشي لك فهمتي يعني كبيره. فكانت اول مشهد ما 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 كاين لا قالوا اكسيون ترفعت، فعلا ترفعت رغم واخا ما كانش عندي ديك الاحترافيه نخدم الدور زعما يعني هذاك. يعني اديتي الدور كما خصيت كيف ما كان يعني نورمالمون. فديك الساعه كانت صافق كيصفقوا فرحة برافو عليك، ما كاين لا خطا ما كاين لا عاود ريبليك تخربق لك، ما كاين شي شي زعما شي اكزاجيراسيون، ما كاين حتى شي حاجه. وهنا بدات المسيره ياد. ومن تبا ما بغيتيش تفارقي مع الكاميرا بالضبط، وولات عندك واحد العلاقه واحد الحب مع الكاميرا بزاف. هنا غادي نسولك على واحد الحب من نوع اخر. شوفي انت سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يمكن رسم طريق اخر اخرى حتى هذا الزواج اللي كنتي ربما بالضبط هربه منه. ف هاد التصويره هذه وهذه بدايه مشروع زواج فاش تلاقيتي بعمر. فشاءت الاقدار ان زواجك يكون من السينما ومن هذا المجال هذا. فتعودي لنا على لقائك مع عمر، زواجك به، كيفاش اقتنعتي بالفكره؟ حيت هو الحب الحقيقي اللي مر في حياتي. كنتي كتقلبي عليه؟ بالضبط. في خبرك انا عمر ما كنتش كنحملو. مزيان هذه هي البدايه ديالي. لا شوف انا اللي كيعجبني فيك فرح بصراحه هو الصراحه ديالك عمر. فانا علاش علاش ما تفرجتي فيه؟ لا وقعوا لنا دي فلاش، وقعوا لي مع دي فلاش وما فخباروش. انا بالعكس عمر بالضبط فاش كنقول لك ربي مسير، حيت حنا مسيرين ماشي مخيرين. ف
فالله سبحانه وتعالى النهار اللي دخلت نهار الدومين باش نتلاقى يمكن مع هذا السيد وباش تكون باش نبدا الزواج ديالي معاه اللي هو غيكون النص ديالي الثاني في الحياه. ففعلا انا ملي بديت كنت كنصور زعما الرفاق كانوا عملوا معايا ريبورتاج ودوزت في الاولى وشافني في الاولى. فديك الساعه انا كنت مونجاجيه وكان كيتصل بليكيب باش يعطولو النمره ديالي. عجبتيه وما حتى واحد ما عطالو النمره ديالي. صافي سالينا الفيلم، انا ساليت من داك الخطابه وداك الشيء كامل، ما بقيتش مكمله. عجبني الفن، اش من خطابه واش غتدخل السينما وغتبقى مخطوبه امبوسي. ف بديت في داك الشيء ديالي، بديت كنمشي ندرس وبديت كنمشي اهتميت بهذا الطريق هذا. زعما الرفاق فتح لك نقولوا الابواب. يمكن اول مره مشيتي للمهرجان، اول مره مشيت للمهرجان، والفيلم حتى هو يعني كان فيلم مهم وتوج، فيمكن هنا تفتحات لك الافاق كما كنقولوا. صافي فرح تحطات في بدايه المشوار. بالضبط هذا كان بدايه ديالي. ف عطاني عيط ليكيب باش يعطي، حتى واحد ما عطانو النمره. صافي تقطعت هذاك. فوقاش غنتلاقاو؟ غنتلاقاو في فيستيفال طنجي. فيستيفال طنجي كنت خرجت كازا نيغرا. ديك كازا نيغرا كتخرج كتسمع الهضره بزاف، كازا نيغرا كازا نيغرا كازا نيغرا كازا نيغرا. كان هو في الكومبيتيسيون معانا، وكاع ملي كتكون عندك فيلم في كومبيتيسيون كتكون كتكونش حامل اخر معاك في الكومبيتيسيون، دونك ما كتكرهش كلشي لي بري كاملين ديالك بطبيعه الحال. تلقينا في الكلواق ديال الاوتيل. تلقيت معاه انس الباز. قال لي بونسوار، هو ما قال والو. ها اوكي واخا دوزنا. ما دابا من بعد غنعرف بان هو ما شافنيش. فسالينا خدا البري هو ميور اكتور، ما حملتوش علاش خدا ميور اكتور. فاحنا خدينا البري اخر. نازلين كيعملوا معايا الناس التجواب، هما كيعملوا معايا هو نازل وما يقولوا له بلاتي الاستاذ عمر عافاك بلاتي هذا بغينا نعرف. قال لهم لا انا مزروب ما شافنيش. بحال اللي ما عقلش زعما انا اللي زبقوني انا الاولى الاول على هو. انا كنت ضاربه واحد بحال واحد الشيله بحال واحد القبيه عاملاني، ما شافش وجهي في الحقيقه. ما حملتش داك البلان اللي دار زعما سبقوني انا الاول. ملي رجعوا لعندي قلت لهم لا ما نكملش معاكم ومشيت بحالي، حتى انا ما بقيتش نكمله استجواب زعما نتوما سبقتوا مشيتوا هكا كصافي انا. فمشيت واخد عليه نظره ما حاجه غرور عجبو راسو خدا البخي ويلا جاي من دبي واخد البخي. دونك شي واحد مروج صافي جا الفيستيفال ديال تطوان. عرفتو كاين هنا، شفتو كاين هنا، قلت له والله لمتيوش كان شي اعجاب تنتي مره ما كنحملوش. كنقول لك ما كنحملوش، ما حملتوش سيغطو من هاد البلانات ما بقيتش كنحملو. فجا لتطوان قلت له واخا بغيتي تعجري فاش جيتي لبلادي نخرجها منك. فكان هنا مهرجان ديال تطوان. كان عندنا الفيلم في كومبيتيسيون. نهار الاختتام خدينا البخي ديال كان الجمهور. في نهار الحفله مشينا للحفله، انا الاخريه عملت لهم داك الشغل بحال سندريلا. دخلت انا الاخريه داخله بهبطه بالدروج داكشي اللور يا حبايبي. كلشي كيشوف شكون نازله مع ديك اللبسه جبتها من دبي. كنت مشيت لابو ظبي الفيستيفال فلقيت فرصه خديتها من تما. فكان هو شافني تما، هو ذكر بان هي هذه السيده اللي كان خصني النمره ديالها. بقى في ما البلاصه اللي كيمشي يوقف فيها، ما البلاصه اللي واقفه معاه وحده طويله عليه، مع وقصيور شويه وحده طويله عليه واحد المانكا ولا شي كيدير موراك كيطلل عليه. وانا عاتيك انا من لودك كان شيئا لم يكن، زعما ما كاينش سنتين ما كاينش. عيط لحميد بلاني حميد كان اعتذر مني طبيعة الحال مخرج الكبير للفيلم ديالو. فمشيت نضي الكونترا، اول سؤال طرحت عليه وقلت له شكون معايا لعب بطوله. قال لي معاك عمر لطفي. قلت له اوه لا بسهله، ما لقيتي غير تخينا هذا تجيبوا لي زعما وكصابوطه زعما ماشي بالضبط كان لا زعما سعاد حسني اوه لا بسهله ما لقيتي غير تخينا. اش غايقول لي حميد بناني؟ قال لي واه عندكم تخرجوا كتحبوا من تما. التجربه هذه فرح التجربه ديال الحياه. قلت له صافي ما بقى لي غير هذا زعما بواحد لافون ما حبلاش. وبدات التغناش ديال الفيلم طفل الشيخ، وبدات قصه الحب ديالك.
في الاول تما بدات في حقيقه النهار اللي غنتلاقاو من غنتلاقاه في سياج الكوستيم والماكياج. جاي يسلم عليا انا درت له هكا باليد ويجبدني انا نقول جبدني سلم عليا بالوجه ما نقولش هاد الزعامه هادي زعما حتى هاد العويق هذا شاد الزعامه هاد شاد البساله فصاوبت درنا السياج ساليت مشى بحالي ويقول لي فين غدا لاكوت وعرفوت فيها لاكوت لا قلت له غدا ليالي الانس حتمي والله هو يقول لي ولاتي تستناني تستناني بغيتك عافك عافك خرج ويقول لي راه لوطيل عطاوني واش البيت ديالك عطاوك مزيان ولا حيت انا عطاوني واحد البيت عيان قلت له ماشي مشكل معنا كنت سبقتهم شي 15 يوم الارفود على حساب اللهجه باش نقلب اللهجه ديال الارفوديه كان بريباري فكنت تعرفت على الناس ديال الارفود الله يعمرها دار القلب الكبير فاي حاجه كنت كنقول من الناس ديال اللوطي كيقول لي مرحبا عطيني بحال واحد سويت صغيور زويوان وداك الشيء فكان جا هو وسناء مزين وما كانوش عطاو لهم بيوت مزيانه وانا عيطت للمدير وقلت له عافاك دير معهم مزيان هادو ديالنا وليت انا كتصاد يا سلام ف لا يقول لي شنو قلت له خصني نمشي نعس لان غدا كنوض ندير الرياضه حيت تما في ارفود غلاضيت غلاضيت بالتمار وفيما تمشي حيت اللي كتمشي للحانوت اللي كتمشي تسخر من عنده ولا شي حاجه كيعطيك اتاي والتمار واللوز وداك الشيء عاد تسخرت تسخرتي ولا ما تسخرتيش فكانوا لابخو دايرين لي لا بيسيكليت وكنوض في 6 الصباح كنجري قلت له انا عندي عندي الرياضه خصني اونطو باش اللي كيده فمشيت للبيت على اساس باش نوض غدا كنلقى السيد 6 الصباح فايق حتى هو خارج يجري كيدير الرياضه وانا نجي ما المود ديال الضحك هي انا غدا بالبيسكليت وعلى رجلو عاد شحاف السيد شحاف وقد ما يتعلق في الشجر وقد ما يدير زعما حتى هو الايروبيك 6 الصباح كي على قلبي باش ينوض نقول لك حتى هو خفيفه ما فهمتيش زعما بحال البصه فاللي يعجبني شو انا الميزه اللي كتعجبني في عمر بزاف هي الروح المرحه فعنده واحد الروح ما تصورش شحال كضحك كضحك من اعماق قلبك ملي كتكون معاه ففعلا بديت كنتعرف على شويه بشويه اليوم نخرجوا نتغداو ونصوم حيت سي نورمال كتخرجوا تغداو مع بعضكم تدخلوا مع بعضكم شي تصوروا مع بعضكم تجيو مع بعضكم نسجمتي انت وهي قدام الكاميرا بزاف حيت كنا كنريبيتيو على لي سيناريو على لي سيكونس مع بعضياتنا ومع العلم حنا عندنا نفس الميول ديال الافلام كيعجبونا نفس الافلام يعني فلقيت بزاف الحاجات الثانويه كنساوي على داك الشيء يعني من هذا من هذا المنبر هذه كنقول زعما الواحد ما يديش على حنا بارفو كنحكموا على شي واحد غير ملي كنشوفوا شي حاجه المظاهر المظاهر بالضبط ملي كنتعرفوا عليه كتلقى واحد اخر صح لقيت واحد اخر ما كاين لا من ديك العياقه اللي كنت كنتظر ما كاين حتى شي حاجه دونك السيد واحد اخر وهنا بدات هنا بدات فاش فعلا بديت كنولف ولفت عليه ولفت كيعجبني كنتفاهم معاه كنهضروا بزاف كنلقاو بزاف الافكار عندنا بحال بعضنا نفس الميول نفس الاهداف بزاف ديال الحاجات دونك لقيت راسي مرتاحه عليه بزاف وهو دي اهم حاجه هي الراحه فاللي زوينه هي واحد النهار هادي ضروري خصني نعاودها لكم واحد النهار عيطوا لنا ما قالوا لناش عندكم التصوير وعيطوا لنا وحنا في خيار ما في هاد الرومانسيه ومع الشمس وهذاك وكاسي كنتهودوا يلا كيعبروا كنعبروا قال لك عندكم التورناج قال لي كيفاش علاش ما علموناش ما قالوا لناش هو كان شي حاجه تقلب وصداقنا في داك الوقت بدلوا المشاهد خصنا نحضروا قال لي انا مريض والله ما مشي انا مريض قال خصو قال هو غيقول هو مريض صداق بناني بلا عجز مسكين صيفط له الطبيب مشى للبيت والغريب في الامر هو تقمص الشخصيه حتى طلعت له السخانه تخيل الطبيب عطاني 3 ايام بالراحه كان غادي انا ما قادراش نشوف الطبيبه لان الطبيبه كتقول له فعلا مريض السيد لا يمكن خدا شي حاجه ماشي مزيانه يمكن كلا شي حاجه مزيانه ومخرجه له الدوايات و3 ايام بالراحه انا كنشوف وكنقلب وجهي وكنضحك كنقول لهم مسكين ضاغط بهذه الدنيا هذه اول مره كنقولها ديك السخانه الحب فرح انت طلعتي له اللي زوينه في عمر هو كانت النهار الاول الهدف ديالو الجواز ماشي الهدف ديالو ان يتفلى ولا شي حاجه فكان النظره ديالو ليا على اساس واحد النهار كان باغيك تكوني مرتو وانت كنتي داك الساعه بدات الفكره ديال الزواج كتقتنعي بها ولا مازال الا قلت لك انا قلت له شوف عندك شي نهار تجبد لي الجواز قال لي اول
مره بحياتي كنطيح فشي دريه كتقول لي عندك شمام بالشوار من الاول انت نعرف كان هو صح. الحمد لله حتى لقينا راسنا تخطب الحمد لله. الله يخليكم لبعضياتكم، انتم من اجمل الثنائيات اللي كاين في المغرب. كوبل شاب وكان بغيوه ومزيون لكم تبارك الله. واخا فرح انا بغي واحد المفاجاه دابا، مازال حوارنا اكيد مازال مستمر، ولكن بغيت نقدموا واحد المفاجاه لنا من داركم، من عند العائله والاسره ديال فرح. تمشي معايا نكتشفوها؟ مرحبا. وسيرتو الجمهور ولا غير اكتشفها معايا؟ مرحبا. يلا فرح. مرحبا فرح، هالمفاجاه اللي هضرنا عليها هذا البيت ديالك ديال الغرفه ديالك ديال الوالدين ياك؟ عند الاسره، يعني في الاسره ديالي كانت البيت ديالي هنا، انا كنت هنا، هنا عشت، هنا تربيت، هنا فوق هذا الفريش، هذا فوق هذا الشيء. عندك الف ليله وليله. ماما تلمو عندنا عزيزه، والواليد عامل لي هذا الستيل هذا، حتى دي ماشي هذه قديمه ديال تطوان، هذه ناموسيه هكا كانوا نورمالمون في الديار بلديين نورمالمون كيكونوا، كتكون هنا واحد الثوب اخر ديال كيكون بالتعريجه وداك الشيء مخيط قديم ديالهم دونك، ولكن بقات الوالده محافظه على هذا الستيل، واصلا انا كيعجبني بزاف. الاميره ديالها درت لها بيت الف ليله وليله. عندك ذكريات بزاف هنا؟ طبعا ذكريات زوينه، ذكريات مؤلمه، ذكريات حزينه، بزاف الحاجات، حيت كتعيش يعني في واحد البيت دونك عندك ما تكون كتشارك معاه بزاف ديال. وفاش كتجي لهنا لتطوان؟ بيان سور. دابا صافي، دابا هو الولاد الوالدين ديالي وانا فاش كنجي كنبدل. ايوا راه حيت حتى هما عجبهم، حتى هما من حقهم يعيشوا في الف ليله وليله. وسمعت كديري لهم مره مره كتدخلي عندهم على فاش كنجي كنعس حداهم، انا كنعس بيناتهم، ما كنخليهمش ترونكيل. مش غيبه. والله يخليك ليهم. اللهم امين ان شاء الله. اللهم امين. الله يبارك. واخا فرح نكملوا الحوار ديالنا. فرح حنا متشرفين بزاف 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 معنا الحاجه ماجده. الله يكبر. اللي سميتي على سميتها وهذا شرف ليا. وبطبيعه الحال الحاج الوالد ديالك. فشكرا بزاف على استضافتنا، وشكرا على كرم الضيافه، وربي يخليكم. بارك الله فيك. شكرا لكم نتوما، وشكرا للطاقم التقني كامل والمخرج سينا وفال وكل ومرحبا بكم بزاف عندنا. ربي يخليك. انا بغيت نسولك، حنا تبارك الله هذه الماكولات الشهيه، ولكن قبل بغيت نسول فرح، غنجبد لك شويه صداع مع شكون؟ مع عائله عمر. لا بالعكس، عائله عمر مرحبا، ضري فين ساكن. قلتي على ذكر الطبخ والمائده والكوزينه، فرح كي دايره علاقتها بالمطبخ؟ علاقه فرح بالمطبخ يعني شي رومي دابا كله تبارك الله عليها. يعني داكشي العالي، طبخه ماهره، داكشي رومي وهادي، وحتى البلدي عندها بحال مثلا اللحام، بحال الدجاج، بحال يعني، ولكن شي مسائل كبيره ما تهضرش غير هي. انا ضيعت، انا زعما كنت كنقول فرح العكس. لا بالعكس، من غير انا اصلا من الهوايه ديالي حتى المطبخ، كيعجبني الطبخ بزاف. انا ملي كندخل المطبخ ماشي كنخصني غير دائما تنسالي ونخرج، بالعكس كيبقى كيعجبني. وحتى عمر من المعجبين بالاكل ديالي بزاف، ديما كنكون مشي مثلا كناكلو فشي بلاصه كيقول لي او ديالك حسن، ديالك حسن. الله. وكطيبي دابا في الدار بزاف؟ بزاف بزاف، كتعجبني الكوزينه بزاف. نعم، برافو عليك. خالتي انا غادي نسولك، شي اكله كتصوبها فرح رائعه؟ كتعجبني الاكلات فرح، كنعمل لي يعني دجاج مقطع صغيوار وداك الشيء بالبيشامين فهمتي، كتعجبني هاد الاكله ديالها، وكتعجبني لا صوب ديالها بزاف بزاف، الاشكال ديال لا صوب عندها. دابا غندخلوها للكوزينه. مرحبا. يلا مرحبا. 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 طيب ما غنخرج من تيت الا القلب ما كطيبوش ياك بعدا. لا هي اي دايره بحال شي سكيكره. الله يحفظها لكم. حلوه تبارك الله عليها، حلوه. انا ما غنخرجش من تطوان باش نكون واضحين. مرحبا. صندوق الدجاج ديال فرح الفاس. مرحبا. فرح بسم الله. بسم الله. وصلنا الفقرة الأخيرة مع الأسف. عندي لك واحد الأسئلة، هي سريعة وقارة، كنطرحوها على جميع الضيوف ديالنا. مرحبا. مرحبا. مستعدة؟ فرح قولي لي، شنو هي الإشاعة اللي خرجت عليك وما عجبتكش؟ بحال ملي كيشوفوك مع شي صديق ديالك وكيقولوا عليك عندك معها علاقة. شنو رأيك في عمليه التجميل؟ انت تبارك الله دابا ما محتاجاهمش، ولكن انت مع ولا ضد؟ انا ماشي ضد، يعني بالنسبه لي للمراه حيت كخصها تبقى ديما جميله،
وسيرتو الا وصلت لواحد لاج وكتشوف بان شي حاجه خصها تبدلها ولا خصها تعدل هذاك شغله. ولكن انا كنفضل الجمال الطبيعي، الا كان طبيعي كيكون احسن. ما كتشوفش ني في شويه عوج وباغا نقدو وما قديتوش خليته. لا ما بانليش عوج نورمال كيبان عندي واحد شويه ديال العوج هنا. لا ولكن مثلا الا كانت جراحه تقويميه كان ماشي مشكل، ولكن انا كنهضر على جراحه تجميليه مثلا تقويميه وما ما صاوبتش فما بالوك يعني بالتجميليه. ما الله اعلم نقدر نوصل واحد لاج ونبدل رايي. واش يمكن الفرح الفاسي الا كثرت عليها ضغوطات ولا في شي مرحله صعيبه شويه تقدر تلتجئ للطبيب النفسي؟ طبعا طبعا نقدر غير نكون بلا ما نوصل ضغوطات نقدر نمشي نعاود شي حاجه اللي ما نقدش نعاودها حتى لشي واحد. يعني نمشي ضد الفكره. نعم. الجمله اللي كتقلك وما كتعجبكش هي السيمانه الجايه غنصيفط لك في الكونط ديالك الفلوس وما كيتصيفطوش. عاتي لي بروديكتور شحال ما كنحملوش في هاد اللحظه هادي كرهيهم في هاد الجمله حيت ساعاتي شحال من سيمانه كدوز وما كل سيمانه نفس الهضره. ما تعجبوش تقولوا الفرح هاد الجمله راه كتعصبها. فرح بصراحه بغيت تكوني معايا صريحه كعادتك كما كنقولوا. يعني حصلتي على جائزة أحسن دور ثاني في مهرجان طنجة، وحنا عارفين أن ناضت بزاف ديال الهضرة وتقلت بزاف ديال الهضرة على هذه الجائزة هذه. ما كرهتش توضحي هذه فرصة توضحي لنا حنا أولا والجمهور شنو وقع بالضبط؟ بحالاش ناضت الهضرة؟ تقال أن فرح ما كانش لعبة دور ثاني باش تاخذ الجائزة ديال دور ثاني، ففرح كان عندها دور أول. نزيد نهضر ولا؟ فعلا ما كنتش لعبه نورمالمون. انا بديت تفاجات في الدور الثاني، يعني فاش تعطات الجائزه ديال الدور الثاني بديت تفاجات، كنت كان يعني سواء غادي تعطيني الدور الاول ولا ما غاتعطاش. فكنت فاجأ بانك خديت الدور الثاني رغم ان متفقه مع المخرج على اساس لعبه بطوله مشتركه بحال يعني في الكونترا او في يعني التفاهم ديالك مع المخرج كان دور اول دابا اكزاكتومون. يعني حتى في يعني حنا فاش كنا كنخدموا على السيناريو فاش كنت يلاه كان كيكتب السيناريو انا نورمالمون كنت يعني مبروبوزي عليا نخدم الدور الاخر اللي لعبه معايا ممثله اخرى. ف جا وطرح عليا قال لي فرح شنو رايك نعطيك الدور ثاني ولكن انا في السيناريو غنديفلوبيه وغادي يولي عندك دور اول، يعني حيت بغيتك تكون واحد النوع نبدل لك شويه الشخصيات اللي كتلعبهم ستيل ديال الشخصيات. دونك داكشي اللي كان قلت له انا طبعا وافقته في الراي حيت عجبني، حيت حنا كممثلين كل ما كيجيك ادوار مركبه كل ما كتفرح لان عاد كتبرز المواهب ديالك. يعني تحدي كيكون تحدي جديد واش غتقدر يعني توفق ولا لا، تما كتشوف راسك واش عندك شي شويه تمثيله ولا ما واش كاينه الموهبه ولا فبدينا كنخدموا على داكشي على الاساس انني لعبه. وكان حتى في الجينيريك قال لي فرح بحكم تينا زعما عندك ليكسبيريونس على اللي لاعبين معنا كاملين غادي تكون تينا الاوليه في الجينيريك. وداكشي اللي كان خدمت على ديك الاساس، فما بالك كنتفاجئ انني في الجينيريك انا الثانيه وكنتفاجئ في لافيش انا الثانيه وكنتفاجئ في كل شيء انا الثانيه. دونك حتى في الدور حتى في الجائزه كانت، ولكن الحمد لله. خلق لك هادشي مشاكل مع سيتريق؟ واش غنقول لك فعلا تخلقوا مشاكل لان انا ما نكذبش عليك بصراحه ما احترمتوش على هاد، حيت حنا ما كناش زعما من غير حنا كنا اكثر من الخوت. يعني انا هذا الفيلم سيرتو الفيلم هذا الاخر بديته معاه باقي يلا في الفكره كفكره، والفكره اللي كملت له هي مامير يعني الوالده ديالي اللي عطات له بزاف الحاجات في الميموار ديالها اللي كانت في الصغر ديالها شافتهم وعشتهم وشافت بزاف الناس. وخالته ديال الام ديالي خديته لعندو حتى طنجة ودار هادشي في دوكيمونتير. ويلا رجعتي شفتي الدوكيومونتير ديال افراح صغيره غتلقى داكشي اللي في الفيلم تقريبا كامل قالته الوالده وخاصه الناس بزاف ديال الناس من تطوان قالوا يعني كانوا كيعاودوا له دي زيستوار. ف بدينا هادشي بحال نقول لك بحال واحد الطفل يلاه كان كيتنمى في الكرش ديال الام ديالو. فاحنا بينا كنخدموا على هادشي هذا وبريباراسيون انا معاه وبكلشي كنت معاه واقفه يعني في كلشي، فما بالك كنكتشف في الاخير هادشي انا. دونك يلا صدمتي بقى فيك الحال بزاف كتبقى فيك الشمته شويه الشمت حيت
ما كتوقعش من عند شي واحد كنتي كتظنوا. انا حيت كنت كنظنوا خاي كبير، وكنت كنت كنستشار معاه في كل شيء، وكنت اي حاجه كيجيني كنهضر معاه فيها. فكتلقى واحد هو اللي كيهبطك كيحاول يهبطك دونك، ولكن ربي كبير دونك اللجنه زعما واخا رغم هذاك الشيء كامل كتلقى اللجنه عطاتني يعني البخي ديال ميور اكتريس. بس تري بقيت لك في شي فيلم واحد اخر ولا شي عمل واحد اخر تمشي ولا لا؟ لا لا ما خدمتش لا على الاقل دابا، على الاقل لا دابا ولا من بعد. انا بغيت ندخل بخيط بيضه فرح ما بغيتش لا والواقع شوف انا ما كيعجبش النفق وسينا شفتيني من ديبار وانا كنهضر كتهضري بكل صراحه على هذه حاجه كناكدها دونك حاجه واضحه صافي الواحد باين وكيف ما قلتي راه تقالوا بزاف تقالت هذاك دونك المفروض زعما فرح نهضروا على عمر مرحبا الا سولتك الزواج واش شويه حبس فرح شكلها شي مشكل ربما توفيق ما بين ما هو شخصي وما هو عملي؟ هذا هو كان هذا هو اللي كان الحاجز الاول اللي عندي كنخاف نتخطاه ونجوج، هو اللي خلانا شويه حنا نستمروا في العلاقه ديالنا الخطابه ونطولوها بزاف حيت كنت ديما خايفه بالي ليا ولا ليه بجوج بينا كان عندنا هاد التخاوف. فنقول لك مجد واحد القضيه، الحاجه ديال الحلال عمرها ما كتعثر. الانسان الا دار الحلال وتوكل على الله فكون متاكده ربي معك. بالعكس كان عندي التعثر في قبل، مي بالعكس انا دابا اللي مره انا خديت جائزه عمري ما خديت الحمد لله الحمد لله. فكتلقى لا بالعكس كتلقى عاد هو بحال عاد كيجيك استقرار في بالك في نفسيتك. هو راه قولي لي الدور اللي كتحلمي ديريه. دريريه صغيره هو ديك اللي كيكون النمو ديالك وقف لك بحال في العقل ديالك ما تكملتي شي خلقتي ولكن وكبرتي وانت ما فقتي حتى عندك 20 سنه ولا وكتبدا النمو ديالك من وانت طفله يعني وانت يلاه راضيه وكتبدا ديك لي زيتاب كامل ديال الطفل. لا باين عندك حنين للطفوله فعلا فرح هاد الممثله الانيقه الجميله كتخفي مراها واحد الجزاره شنو علاقتك مع تجزار فعلا فانا كنت خايل كنت كنقول الا ما خديتش الراجل الجزار ماشي الاخر وطلع لي عمر كيصبح ناعس نهار ديال العيد الكبير. تخيل ما كنتش كنتظاهر كنت كنتوقع حتى انا عندي هاد حيت انا فتحت عينيا في الوالد ديالي كي تبارك الله كي 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 هو اللي كيذبح لنا وداك الشيء. فتلمو كنشوف داك الشيء معاه بزاف هذاك تعلمت الصليخ كنصلخ معاه. دابا انا با ما يذبحش الا ما كنتش كاينه انا يعني في عيد الكبير خصو انا اللي نقول يعني انا اللي كنصلخ له الحولي وتجي جدي حنا كنقولوا جدي على داك الشيء. فا ملي كنت كنتوقع غنتوقع براجل كيسلخ. دابا انا كي غيكون لي في العيد الكبير ما عادش كي غيقول لي. دابا كنضطر نجي نعيد هنا لان عمر ما عندوش مع الصليخ. اذا عمر خصو يتعلم خصني نعلمو انا شو انت علمي غير الذبيحه وانت صلخي انا ما كنذبحش حيت ما كايزاش ولكن كنصلخ مزيان. لا تبارك الله عليك هي فرح ان شاء الله العيد الجاي عندنا اللي يصلخ لنا. انا مرحبا انا موجوده وفعلا شحال هذه كنت كنمشي مع الوالد كندوروا على العائلات وانا معاه واحد العام عاتي وانا بلي بوط وشفره والدم في حوايجي وجهي وداك الشيء عادي. تبارك الله عليك فرح صافي تبارك الله عليك الله يبارك فيك فرح شكرا بزاف 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 على النهار. انا استمتعت بزاف واستمتعت بهذه الشخصيه المريحه والصالحه اللي معايا. الله يبارك فيك بالتوفيق ان شاء الله وفوقاش نشوفوك اون مامون ان شاء الله قريب ان شاء الله. كنفكر ودابا ان شاء الله انا وعمر نهار اللي نقرروا ان شاء الله يكون خير الله يكمل عليكم بالخير. اللهم امين. نتمنى لكم كل السعاده. الله يخليك. خالتو كنبغيك و الله يطول لك في العمر ويخليك لينا ودائما فوق راسنا الحمد لله ودائما عمرك حرمتينا من شي حاجه. كل واحد اللي عنده الحلم ديالو كتوصلوا ليلو عاد كترتاح وربي يخليك لينا. احسن صفه فرح القلب مزيان والحب اللي كتبغينا بزاف انا وباها وكل شيء العائله كامله كتبغي واي واحد اللي كيحتاجها كتوقف له يعني قلبها طيب بزاف بزاف وما كتغدى في وجه حتى شي واحد. كتمثل ماما تانية ماما غايبه ودابا هي كتعاود ديك كلشي يعني اللي حسيت انا يعني كنت متعلقه بالام ديالي بزاف
دونك ما خلتنيش نحس زعما ما خلتنيش نحس بديك الفرق بزاف وداكشي. وفي اي حاجه كنكون يعني مهم واقفه معايا في اي حاجه في اي حاجه كيف ما جاتك. الصفه اللي خصني تبدل فرح هو شويش معصبه، حين كيدور شي واحد كتعصب بزاف حتى مجبد كتمرض، فهمتي؟ هذه خصني تزولها، ما كنبغيهاش تكون فيها باش ما تاثرش وما تمرضش وما بزاف الحاجات اللي كي كتعرف الاعصاب اش كيعملوا الواحد. فرح بنتي اسمها عندي عزيزه هي الصديقه ديالي الصغر ديالها، وهي عندها واحد صفه خاصه على ولادي اخرين شي فحالو. الادوار بنتي كاملين كيعجبوني انا، حيت هي اصلا كتعجبني ومفتخره بها وكتعجبني بزاف. فرح الفاسي كتمثل كل شيء بالنسبه لي، حيت هي الانسانه اللي ربتني، الانسانه اللي عاونتني سندتني ماديا معنويا، الشخص اللي كنوقف عليه كنجبرو ديما. فرح الفاسي هي كل شيء عندي، هي وطبعا العائله كامله بالحق، يعني بحال الصديقه ديالي ماشي غير خالتي وصافي. وايدها نزيد نتاثر بزاف، خالتو هي كل شيء بالنسبه لي لي صافي. كنقول لها فرح ديالي الله يطول لك في العمر ويعطيك احسن حياه في الدنيا، وتكون نجمه في السماء، احسن نجمه اللي نشوفك حتى توصل لدرجه كبيره ونشوفك سعيده في دارك. الله يحفظها، هذا اللي نقدر نقول لها، الله يعاونها. مجدة مقدمة وإعلامية من ملي دخلت لي لقلبي، احترافية لواحد الدرجة ما تصورش، كتخليك تعيش معها بواحد البساطة في الأسئلة ديالها، ما كتخلق لكش لا بلوكاج لا والو، تبارك الله عليها وزوينة ما شاء الله عليها فنة. الله يكمل عليها وإن شاء الله نشوفها من أحسن إعلاميات اللي كاينين في العالم العربي. فرح الفاسي هي فرحة، وانا تاكدت ان هذا النهار فرحه كتنشر الابتسامه فين ما كانت، قطعه سكر كنقول لها جمالك خارجي وداخلي، الله يوفقك وان شاء الله من اهم الممثلات في المغرب تكوني. اكسيو تودي ما بقات اكسيو، طلعت مع اكسيو. بغيتي تسالي عليك ساعه ليه؟